السلام عليكم خاوتي، مساء الخير، صح فطوركم وربي يتقبل ان شاء الله منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين. على بالي شفتوا هذا المكمل اللي رفدتو من قبيل، على بالي شفتوه بصح ما عليه. شوفوا معايا هذا الجست، ايوه هذا هو المكمل خاوتي اللي نتكلموا عليه في هذه الحلقه. بي سي اي اكستاند هي الطوب، راح نتكلموا عليها بشكل مبسط، تابعوا معايا خاوتي حتى النهايه. السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم من جديد. مكمل بي سي اي اكستاند هو مكمل سلسله الاحماض الامينيه المتشعبه مع اضافه بعض الاملاح في الجرعه لتعويض نقص الاملاح اثناء التمرين. هذا المكمل ما يسمى بالانترا ورك اوت، اي مكمل غذائي تشربه اثناء التمرين. ربما لاحظت يعني الكثير من الناس ياخذون معهم سائل داخل يعني قاروره او كاس، سائل ملون يعني لونه ازرق او اصفر، ذلك السائل يختلف لونه على حسب النكهه. كما تلاحظوا هنا خاوتي المكمل اللي امامنا ذوقه هو التفاح الاخضر، تجد انه السائل بعد الخلط يكون لونه اخضر، والعلبه اللي على اليمين لونها بنفسجي اكيد على حسب الذوق، والعلبه الاخرى برتقالي على حسب ذوقها لانها من البرتقال. وهذا المكمل خاوتي يأتي على شكل بودرة ومتعدد نكهات، به عدة نكهات خارقة للعادة، منها التفاح الأخضر والبرتقال وكذلك التوت والعنب والأناناس والكثير والكثير من النكهات الخيالية. شركة سيفاسيون تزعم أن هذا المكمل يساعد على حرق الدهون وبناء العضلات وتسريع عملية الاستشفاء بعد التمرين، فما صحة هذه المزاعم أو هذه المقولة؟ الشركة المنتجة لمكملات البي سي آي ومندوبيهم يروجون لأبحاث علمية تؤكد أن فائدة مكمل البي سي آي لبناء العضلات والاستشفاء وتحسين الأداء الرياضي. هذه الأبحاث العلمية تأتي بمجموعتين من المتطوعين أو لاعبي كمال الأجسام، يعني يطوعوا باش يديروا عليهم تجربة ويشوفوا يعني فائدة هذا المكمل، إن كان يعني صح فيه فائدة ولا هو يعني نقدر نستغنوا عليه. مجموعة تتناول مكمل البي سي آر، هم لاعبين كمال الأجسام كما قلت، مجموعة تناولت هذا الحمض يعني أو المجموعة من الأحماض اللي هي البي سي آر، ومجموعة لا تتناول البي سي آر. فوجد العلماء أن مجموعة المتدربين الذين يتناولون مكمل البي سي آر يزيد عندهم معدل تخليق البروتين، يعني الجسم تاعهم يصنع بروتين وكذلك يبني عضلات، عن المجموعة الأخرى اللي هي ما تناولتش البي سي آر. فتقوم شركات مكملات بتصدير هذه الأبحاث في صفحات الدعاية حتى ينبهر زوار الصفحة بفائدة المكمل. لذلك أنا اليوم أعطيتكم هذا البحث يعني اللي داروه على البي سي آر إكستاند، وكما راكم تشوفوا صح داروا عليها تجربة والعلماء لاحظوا الفرق. على هذا يعني هاد الشركة، شركة المكمل إكستاند اللي هي سيفاسيون، تضع هذا البحث اللي قاموا به العلماء تضعه في الصفحة الرسمية اللي يشوفها كل الزوار حتى ينبهر الزوار، وحقيقة يعني عندما ترى هذه المعلومة حقيقة تنبهر وتريد بشدة يعني شراء هذا المكمل، لأنه نقدر نقوله فائدته يعني مضمونة بإذن الله. وكذلك يعني هذا العلماء قارنوا بين أشخاص يتناولوا البي سي آر وأشخاص آخرين يتناولوا الواي بروتين. تخيلوا خوتي النتيجة كانت يعني صادمة، النتيجة أنه وجد العلماء أن نتائج الأشخاص اللي يتناولوا البي سي آر أفضل من الأشخاص اللي يتناولوا الواي بروتين. هذا يعني أنه البي سي آر مهم جدا لجسم الرياضي بصفة خاصة وجسم الإنسان بصفة عامة، لأنه حمض أو أحماض البي سي آر يستطيع استعمالها أي شخص حتى كبار السن. خاوتي هذا المكمل يحتوي على صفر كربوهيدرات، كذلك صفر سعرة حرارية، وكذلك صفر سكر، و7 غرام بي سي آر، 7 غرام من حمض البي سي آر. وهذا الأرقام خاوتي هي اللي تجعل هذا المكمل من بين الأفضل، إن لم نقل يعني هو الأفضل. وكذلك خاوتي يحتوي هذا المكمل على فيتامين بي 6، بي 6 يعني شرحناه في حلقات أخرى وراح نتعرفوا عليه، يعني نضع فيديو مخصص ل الفيتامينات والمعادن نشرحها لكم بشكل مبسط في حلقة أخرى بحول الله. كذلك يحتوي هذا المكمل على الجلوتامين، الجلوتامين كما قلت أيضا شرحته في حلقة سابقة يمكنكم الرجوع إليها، تلقوا الرابط أسفل الفيديو في الوصف. المكيال الموجود داخل العلبة خوتي حجمه 14 غرام، وفي 14 غرام تجد أنه فيه 7 غرام بي سي آر كما قلت، وصفر سعر حرارية، وصفر كربوهيدرات، وصفر سكر. المكمل به نسبة يعني لا بأس بها من الجلوتامين، ولكن هذا لا يجعلك يعني أنك تستغني عن المكمل الجلوتامين لوحده، فيجب عليك إضافة الجلوتامين، لأن النسبة الموجودة هنا هي نسبة يعني تحفيزية أو نسبة يعني يعاونك بها كما نقول بالعامية، ولكن يجب عليك شراء مكمل الجلوتامين لوحده. وكذلك مكمل إكستاند يحتوي على جرعة لا بأس بها من سيتريلين ماليت. سيتريلين ماليت هي يعني عنده دور مثل الأرجينين، يفتح الأوعية الدموية لكي يضخ الدم إلى العضلة ويوصل الغذاء بشكل سريع إلى العضلة ويستفيد منها بشكل أسرع. بعد ذلك نذهب مباشرة إلى فائدة إكستاند.
عزيزي المشاهد، لو تمارس كمية كبيرة من الجري، هناك أشخاص يعني يجرون لساعات طويلة وتتعرق بشكل كبير أثناء التمرين، قد يفيدك أو تفيدك الأملاح الموجودة في مكمل إكستاند. ولكن في هذه الحالة أنصحك بشرب الماء لوحده. يعني هناك رياضيين عندما يذهبون إلى صالة رياضية يخلط يعني قارورة بها 1 لتر من الماء ويضيف إليها الإكستاند ويشربها يعني مع بعض، منها ماء ومنها بسيا إكستاند. ولكن في هذه الحالة لا أنصح بهذا، يجب عليك وضع قارورة واحدة للماء والأخرى للبي سي آر إكستاند، لكي ذلك العرق الذي يخرج من جسمك تعوضه بشرب الماء ويصبح جسمك يعني رطب، وتحافظ على خلايا جسمك وتحافظ يعني على قوتك أثناء التمرين. وبعدها خوتي نذهب إلى الطريقة الصحيحة لاستخدام بي سي آر إكستاند. لما نرى في العلبة يعني نجد أن شركة تنصحنا بشرب بي سي آر إكستاند أو تنصحنا بمزج ملعقة مع كمية من الماء مثل يعني 300 إلى 250 مللتر، تخلط معها مكيال واحد أو ملعقة واحدة من البي سي آر إكستاند وتخلطها جيدا وتذهب بها إلى الصالة أو عندما تقوم بالتمارين أن تتمرن وتشرب يعني شوي شوي حتى تخلص لك في وسط التمرين. خوتي هناك سؤال يقول ما هي أضرار مكمل البي سي آر؟ لا يوجد أي أضرار من تناول 7 جرام من البي سي آر. الألوان الموجودة فيه والمحليات الصناعية في المكمل المصرح بها من الأفدية وآمنة بشكل كبير جدا. كم سعر مكمل بي سي آر؟ خوتي هذا المكمل متوفر عندنا في الحجم الكبير كما تلاحظون هنا أمامكم، حجمه كيلو و240 غرام، يعني 1 كيلو غرام و240، سعره هو 1,150,000، 11,500 دينار. والمكمل اللي على اليسار بي سي آر إكستاند أوريجينال، الفرق بين هذا وهذا هو أنه الأوريجينال زايدين فيه يعني الجلوتامين وكذلك زايدين فيه البري ورك أوت أو مكمل طاقة، زايدوا له مكمل طاقة كما تلاحظوا هنا أمامكم خوتي. نتمنى انها تكون واضحه، سامحوني. ايوه هنايا نجد انه فيه بري ورك اوت. بري ورك اوت هو مكمل الطاقه، تكلمنا عليه ثاني في حلقات اخرى. والعلبه الاخرى خوتي على اليمين هي نفس هذه العلبه ولكن هي حجمها صغير، حجمها 432 غرام، سعرها 5200 دينار جزائري اي 520,000. والعلبه هذه الاوريجينال سعرها 6000 دينار يعني 600,000. متوفرة توصيل 48 ولاية داخل الجزائر في يوم واحد، في يوم واحد تكون عندك خوتي، ما تكسرش كاع راسك، اتصل بنا على الأرقام أسفل الفيديو أو راسلني على الفيسبوك أو الانستغرام، تلقاهم موجودين أسفل الفيديو، وبإذن الله متشرف دائما بالرد عليكم، ويهمني دائما استفساراتكم ونجاوب على أسئلتكم بإذن الله. وأي استفسار خوتي أو أي سؤال ما فهمتوش في هذه الحلقة، خلوا لي تعليق وبإذن الله نجاوب على كل تعليقاتكم، لأني دائما يعني نطالع كل تعليقاتكم ونحاول نجاوب عليها كلها بحول الله. نشوفكم بحول الله في حلقة أخرى، ونتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة سحوركم خوتي.